مشاهدينا الكرام مساء الخير، نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار. سيطر الجيش الشمالي منذ أمس الجمعة على مدينة الضالعة الاستراتيجية التي تبعد 90 كيلومترا إلى الشمال من عدن، حيث وجه الحزب الاشتراكي وحلفاؤه نداء ملحا إلى جامعة الدول العربية من أجل التدخل المباشر لوقف المعارك التي دخلت يومها العاشر. وذكر صحفيون يمنيون وأجانب نظمت لهم القيادة العسكرية اليمنية في صنعاء زيارة إلى منطقة الضالع أن القوات الشمالية تسيطر حاليا على مجمل المدينة. وأكدت مصادر مستقلة في عدن سقوط الضالع، وقالت إن قتالا ضاريا يدور بين الوحدات الشمالية التي تقدمت ما بين 5 و10 كيلومترات جنوب بلدة الضالع التي احتلتها، وبين القوات الجنوبية التي تبدي مقاومة شديدة. وأضافت المصادر نفسها أن الشماليين دفعوا بتعزيزات ضخمة وخصوصا من الدبابات والمدفعية على هذا المحور الاستراتيجي الواقع على الطريق بين صنعاء وعدن، وأن الجنوبيين يخوضون قتالا شرسا بكل طاقتهم على هذه الجبهة، ويستخدمون الطيران بكثافة لصد التقدم الشمالي الذي وصل إلى بلدة المسامر جنوب الضالع. وتقع المسامر على حوالي 20 كيلومترا شمال قاعدة العند الجوية الرئيسية الجنوبية. وفي عدن ناشد الحزب الاشتراكي اليمني والمنظمات التابعة له والمتحالفة معه ناشدوا جامعة الدول العربية التدخل فورا وبفعالية وسرعة لوقف المعارك في اليمن التي دخلت يومها العاشر. وأهاب بيان صدر عن الكتلة البرلمانية الاشتراكية وأصدقائها بالجامعة العربية وكل الأشقاء والأصدقاء بذل جهودهم ومساعيهم الخيرة لإيقاف الحرب فورا وإنقاذ الوطن من الدمار الذي يتعرض له حاليا. وكانت لجنة التنسيق بين الأحزاب والمنظمات الجماهيرية في عدن قد وجهت أمس الجمعة برقية إلى الأمين العام للجامعة العربية عصمت عبد المجيد، دعت فيها إلى التدخل لوقف إطلاق النار ووقف النزيف اليمني وإيجاد صيغة جديدة للوحدة. ورأى البيان أن مبادرة الحزب الاشتراكي التي أعلنها أمس والتي تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل الحل الصحيح والكفيل فعلا بإنقاذ الوطن أرضا وشعبا والحفاظ على الوحدة. ويذكر أن وفدا من جامعة الدول العربية موجود حاليا في صنعاء وينتظر لقاء الرئيس علي عبد الله صالح ليسلمه رسالة تدعوه إلى وقف فوري للمعارك. وصرح الأمين العام للجامعة العربية في القاهرة عصمت عبد المجيد أن صالح سيستقبل الوفد في وقت لاحق اليوم، وأضاف أن الرسالة تندرج في إطار السعي لتنفيذ قرار مجلس الجامعة السبت الماضي وقف القتال وبدء حوار بين القوات المتصارعة. واستبعد عبد المجيد عقد قمة عربية في الوقت الراهن لبحث الوضع في اليمن الذي وصفه بأنه مؤلم وخطير. وقد رفض الشماليون أمس اقتراحا جنوبيا للتسوية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وأكد صنعاء أن الاقتراح الجنوبي لا يأتي بجديد، خصوصا أن هناك حكومة شرعية قائمة، وأن الزعيم الجنوبي علي سالم البيض وعصابته الانفصالية يجب أن يسلموا أنفسهم للمحاكمة بسبب تفجيرهم الحرب أو أن يغادروا البلاد. من جهة أخرى، أكد مصدر عسكري في عدن أن القوات الجنوبية كانت تخوض اليوم معارك توارع في مدينة زنجبار 60 كيلومترا شرق عدن لتطهيرها من فلول قوات العمالقة الشمالية، في حين تعمل وحدات أخرى على تنفيذ الطرق أو تنظيف الطرق من الألغام التي زرعها الشماليون. وأضاف المصدر أن القوات الجنوبية لا تزال تسيطر على الوضع في خرز غرب عدن قرب باب المندب، حيث فتح الشماليون جبهة جديدة قبل 3 أيام.
وكان اليمنيون الشماليون قد رفضوا مساء أمس اقتراحا جنوبيا للتسوية يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.